سبايرو مثلا وسنيك ضد سنيك صحيح. إيه زي ما قلت بي اس 2 معروف وستاندر حق سماش التيمت كل العالم هو اكثر ستيد مستخدم هو الستيد اللي في الغالب حتى اكثر جنتلمان يكون جنتلمان على بي اس 2 هو ستيد ذا التيمت ستيد. انا اشوف ركبي بادي بمثل اللي هي تعتبر نسبيا السريعه بين الشخصيتين اللي في هذا الثنائي. هي مثرا هي اللي تاخذ لك نوترال تفوز لك نوترال شخصية جدا سريعة ناس كثير يعتبرونها توب 3 كاركترز اللي هم الايجس في سماش. وعندك بايرا عندها كل باور مخيف عندها مثلا الكونفرت من الداون اير اللي صعب جدا تبنشها فهي شخصية متكامل الشخصيتين تكمل بعض. وعندنا في الجهة الثانية سنيك معروف سنيك معروف من بداية اللعبة هو من أفضل أقوى شخصيات في اللعبة عندك الحركة هذه سواء قبل شوي نوكو الأب تلت الأب تلت اللي من أيام رول وهي كابوس من سماش كله بس قاعد نشوف نوكو والله ما شاء الله تبارك الله قاعد يلعب بادي زين بادي كويس نايس التك قبل شوي اللي سواه نوكو كان جدا رائع لو ما سوى تك كان بتجي أبير كان بيكون في سيتويشن جدا سيء حلوة مرة داش باك وينتظر انت حتى ينتظر قدام الشيلد اول ما يحس انه في حركة يطلع حركة على طول أبتل خصوصا اذا نطه خلاص الأبتل بتفوز والله نوكو حلوة من السبيسنج مشى شوي قدام عشان ما ينخبط بالأبي الأبي حقت بايرت تعتبر كل تقتل بدري زي ما تشوف أركبي قاعد يسوي داون ايرز كثير لأنها هي البلدن باتر تقريبا حق بايرا اخذ ستوك بالباكير الباكير الموفز حقت بايرا بشكل عام كلها كيلز ات كيلز ات سلو بس ات كيلز ان هاز ا هيوج رينج حلو من التشجير السي 4 عند اللي طلعها برا ويت فور ذا فير ما راح لاوبشن ما راح لاوبشن اجريسيف بهالطريقه من لما بدا الماتش فاختار الوقت المناسب انه يحاول فيه انا فاجئني انا ترى متعود اي سنيك تطلع برا تطلع النكيتة تبدا تسوي السيت اب حقك شوي شوي هو قال اسمع ترجع على ريكفري انزل عطاه فير حلوه مره من نوكو لا للخوف كليا اوكي اركبي تحس شوي مو منتبه للي حوله من الجرانيت من الاب سماش قبل شوي كان مديه يطلع من الاب سماش حلو الباكير يقدر يبدا كومبو الجاجلينج حق مصر رائع حاول سوي هذا نايس الريد قاعد تشوف ريد ورا ريد ورا ريد من ار كي بي جدا حلو والحين حول على بايرا معناها انه هو الحين بدا يحس انه عنده فرصه انه ياخذ السوك الثاني الحين هالمره كان منتبه للابتل توخر عن الريج واعطاها بانش الاف سماش حقت بايرا من اقوى الموز يعني تقتلك مره بدري شوف حتى الداش اتاك تقتل بدري داش اتاك على 115 على سنيك على سنيك يب هي كل الاوبشنز حقتها بطيئه كلها ريسكي والعكس مصر سريعة مرة حتى عندها واحدة من أفضل اللي كانت في اللعبة اللي هي الفور سايد لما تسوي اير دوج أو سبوت دوج تروح توقف الزمن تتحرك تسوي داش إن وهذاك يصير موقف هو وات كنت تكلم عن هذا خطأ الركيبي حاول كان يحاول إنه يسوي إج جارد لكن للأسف يعني شكله أخطأ في إنه يحسب حساب الوقت الأوبشنز حقته وسوى إس دي وهذه 1-0 النوكو 1-0 النوكو والله اللي من زمان ما شفتهم يلعبون قاعدين يفاجئونا والله لعب جدا رائع منهم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله عليهم نوكو انا يعني هو قاعد يسوي الاساسيات صح اهم شيء عنده انه ما يخلي اركبي ينط عليه براحته باستخدام الاب تيلت يخلي دائما انه في بروجكتال موجود من جرينيد الى اب سماش الى سي 4 موجود في مكان ما دائما في كل وقت على اساس انه اذا اركبي يحاول انه ياخذ راحته شوي في الحركه انه يكون في شيء منتظره فنوكو يعني عمليه الديسيجن ميكينج عنده جدا جدا محسوبه الحين راح بلوتينا حل ماتش اب احسن ما اقول ما ادري انه احسن صراحه بس يمكن ماتش اب ارتاح فيه معروف ان بلوتينا ترتاح ضد سنيك ماتش اب جديد الباكر حقتها عندها انفنسبيليتي تقدر يعني لو سوت يعني تقدر حتى تطق الاب تلت وتصد الاب تلت حقت سنيك ممتاز هذا شيء ممكن يعني اركبي قاعد يفكر فيه بس اذا نوكو يعرف هذا الشيء كيف هو راح يغير لعبه قاعد تشوف الكامبينج عندها جدا بروجكتايلز حلوه منها من النوترال بي من السايد بي كل هذا الباكير زي ما تفضلت مركز عليها خلاص اللي يقوله هذا هو بيتحدى فيها عندك حل ورنيه ما اتوقع اي احد من الكاست اندحل للباكير حق البلوتين حركه مصيبه الصراحه شوف حرفيا قاعد ينط يسوي باكير 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 واحده ثانيه نحط عداد والله يبغى له عداد بس حلو طلع منه الجابات سوى الاب سماش بس حلوه مره من ار كي بي قرار ممتاز بالفاير قدر انه يرجع يحافظ على مساحته ويرجع الستيج نرجع سنتر ستيج اوكي باكير رجع على طول ديس ادفانتج حاول يروح للاوبشن الفلاش يضيعها هذا
هذه المشكله حقت بالوتينا بعض الاحيان في السيدات اللي تكون فيها شوي نطه تخبط تحت الليد وتنزل تحت في التليبورتيشن حقها. فهذا اللي صار قبل شوي عند اركيبي، ما وزنها صح، خبط تحت طاح، بس انه على طول اخذ ستوك بعده، اخذ ستوك. هو للان مسيطر على المباراه هذه، إيه؟ طالما انه يقدر بس انه يتلافى الاغلاط الى الحين، اللي قدر بس انه يظل محافظ على مكانه على الستيج، يظل يحافظ على استخدام الباكين. الى الان يعني نوكو ما جاب، نوكو ما عدى اعتقد 60% دامج من بدايه المباراه اذا ما غلطان. جد ليه الحين ما تشوف البريشر جدا عالي منه، قاعد تسوي سبيسينج حلو للبروجكتات بالسايد بي بالنوترال بي، وقاعد تسوي كونتست على كل باك بالباكير، ونوكو مو بلاقي لها حل. وهو اركيبي يعني قاعد يحاول انه يعني يطلع له في الايدج جارد شوي، لان اب بي سنيك ما هي حركه ذيك الدرجه ممتازه في الريكفري بعيدا عن المسافه اللي تروحها، سهل انك تضربه منها. هو عشان كذا قاعد يحاول انه يطارده، قاعد يحاول انه زي كذا بالضبط. حلوه هذه مره حلوه سواله واتوقع حتى الابير اكتف اذا لازم تسوي تايمينج صح للاير دوج حقك عشان تطلع منها، لانك لو سويت مثلا اير دوج في وقت غلط بتكون اكتف، بتكون للحين بتطقك. غير ان سنيك ما عنده اوبشن قويه يقدر ينزل فيها عليك، فهذا شيء ثاني في صالح اركيبي في هذا بس اركيبي مغطي كل شيء، نوكو مو قادر ينزل. وين تروح؟ الجاجلينج حلو مره من اركيبي. الجيم هذا 180 درجه اختلف عن الجيم اللي راح. هذه الفكره، وهي الفكره ان اركيبي قال تعرف انا باخذ احسن اوبشن عندي، انا عارف كيف اقلب الطاوله على سنيك، فعندي باكير ممتازه ما عنده حلول كثير لها. اقدر لما اطقه ان انا اقدر ان اظل اركض وراه، لان الاريز حقته ما هي كويسه بشكل كحركات دفاعيه، فعشان كذا قاعد يحاول يستغل هذه المواقف قدر المستطاع ويبقى ضاغط عليه. هل نوكو عنده شخصيه ثانيه؟ تكلمنا صح قبل السنت، كابتن فالكن هذا موجود عند كابتن فالكن غير عن سنيك يبغى يكون هادي، يسوي سيت ابس حقته. كابتن فالكن يبغى يخش عليك، هذه كابتن فالكن يعني شخصيه معروف بسرعه الحركه، معروف بكومبو جيم قوي، معروف ان عنده كل موبز قويه كذلك. بس هي الفكره في ان فاكر اذا انضرب ما يقدر انه يدافع عن نفسه بشكل صحيح، الديز ادفانتج حق سيء. بس ترى حتى الماتش اب مو جيد لكابتن فالكون، ترى الى الان الباكير تعذبه الى الان. هذا بس ممكن الراحه حقه ان يكون مرتاح بهالماتش اب انه يغير الجيم بلان حقه. كانت فرصه بالباري قبل شوي، هو قاعد يحاول انه يبقى على الارض، يسوي داش دانس شوي من هنا لهنا، يحاول انه هو يتحكم في الارض على اساس انه يحاول انه يلاقي فرصه انه يخش على الركيب. لكن لسه الركيب محافظ على مسافته داون تيلت زي ما نشوف، حطه سيتويشن غطى كل شيء. الماتش اركيبي حرفيا قاعد يستغل بالوتينا صح ضد نوكو. قاعد شوف الباكيرز بيفز الجراب الرينج جدا كبير حق الرينج حق الجراب حق بالوتينا، قاعد تشوفه سنتر اوف ستيج ماسك كل مكان، ليه ما يطلع اوف ستيج ويحاول يلا نبدا بالمكسب، بدينا بالنير بدينا بالكومبوز على طول، اف ثرو نطلع اوف ستيج الاف سماش ما جت، داون ثرو مره ثانيه نط عالي ما جاب في الهوب. حلوه نوكو والله، خش بالداش اتاك. شوف الأشياء المهمة اللي يسويها الركيبي، إنه هو الطريقة اللي يتحرك فيها هو يستخدم الباكير عشان يخلي بس طرفه هو الشيء الموجود، ويصير صعب على نوكو إنه يلاقي مكان حتى إنه يحاول يزلق من تحتها عشان يضربه. صح، الموفمنت حقه جدا حلوة. ولو نزل عليه بداون بي وفاز حاول يسوي له أب تلت، لو إنه نزل فاست تول بدل ما يسوي سايد بي، بس سايد بي جدا رائع صراحة من الركيبي، استخدام جدا حلو. باكير أوف ستيد الموضوع جدا حلو، جوب عليه داونير حلوه مره من اركيبي. واركيبي لاعب ما يعني اذا حس انه محتاج يقول لك شيء بالطريقه الايدج جارد اللي يسويها راح يسويها. نوكو على طول اخذ ستوك، نرجع سنتر ستيج نحاول كل واحد يحاول يبدا الكومبو حقه، يبدا ياخذ النوترال النير ما عليه بانش ضيع الداد. شوف الطريقه اللي قاعد يحط فيها النير على ظهره على ظهر الشيلد بالطريقه هذه، يعني عشان نوكو صعب عليه يحاول يقلب ويحاول يبانش، فجدا فكره حلوه من الكوسوف. يب، وعنده اوبشن صراحه الاب بي حقت كابتن فالكون تقدر تمسكه من ورا وقدام، بس صحيح يقدر يسوي لها ريفرس ويمسكه، بس شكل نوكو يعني مو محضر الاوبشن هذا عنده. وما عنده الاستوك واحد انه يحاول يلاقي له حل. حلو، حاول يسوي تيك شيس بالداون اير. نرجع الحين على نايس بيري وداش انتر ستيت داش اتاك عشان يسوي اكستنشن، نرجع على هذا بدينا بالنيرز بنص النيرز يسوي تونت. اوكي اركيبي قاعد يقول لك اركيبي ما عنده مشكله انه يقول لك الى اي درجه يعتقد انه هو فايز عليك، ما عنده اي مشكله. طبعا الوضع بطريقه حبيه، لكن اي طريقه حبيه هذا، بس يعني حرفيا كذا اعطاني حطه سيتويشن على البلاتفورم قال اسمع ماني برايح الحق بسوي تون خلص. حلو لابير خطي مكان ونزل داون بي. حلو صراحه المكسب من نوكو انه ينزل داون بي عشان ما يطلع هذا وكابتن فالكن بانش.
بس هذه يعني هذه شوي نوكو ما ادري يعني هذه بالنسبه لنا قاعد يسلم ولا انه قاعد يحاول انه يرجع نفسه ذهنيا يحاول ممكن يحاول انه يرجع نفسه ذهنيا صحيح المره الثانيه ونهاب سبايرا ثاني شوف كيف فسخ السماعه فسخ السماعه واضح انه في رساله بيوصلها